Gone too far, gone too long, messed it up completely, till everything is wrong. لازم تخلصني من الموضوع ده النهاردة. الموضوع ما يستحملش أي تأخير. حياتي انت فين بقى يا مصطفى؟ كده برضو هونت عليك؟ سيبني ليلتين كاملين وتبات في المعمل؟ أو هتكون لسه زعلان مني؟ لا يا حبيبتي، ما اقدرش ازعل. طب وحشتني قوي 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 يا بيه. قول لي عايز تاكل ايه؟ انت عارفه حياتي ان انا باكل اي حاجه في ايدي، ربع وناس. ماشي، هجهز العشاء على ما تيجي. هتوحشني. Wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. مصطفى، كل ده عشاني؟ أنا بحبك أوي يا مصطفى. وأنا بعشقك. كداب. إيه ده، هو باين عليا للدرجة دي؟ بس حتى لو كداب، هفضل طول عمري بحبك ومش هسيبك غير وأنت أنجح حد في الدنيا كلها. على الله، بعد أول سنة جواز ما تغيريش رأيك. أفكر. كل يوم بتكبر في نظري. اشمعنى؟ بوستك اللي بدي بتقولي انك ست. اول مره تعرف اني ست؟ مش اي ست، ست. كلامك كبير قوي يا مصطفى. عشان انت اكبر من اي كلام يتقال. بحبك. وانا كمان بحبك قوي. مصطفى. ايوه مصطفى. مصطفى انا فرحانة قوي. مش اكتر من ليه؟ ليه كفاية ان انا في حضن اجمل واطيب ست. بس لا طبعا، مش بس، جوايا كلام كتير. بس انت عندك وقت؟ انا بقى ما عنديش وقت، لان انا راجل افعال. طب أنا عندي سؤال، بس ممكن تجاوبيني بصراحة. إيه؟ والنبي تجاوبيني بصراحة. قول. أنا ليه بحبك أوي كده؟ معرفش. معرفش. مصطفى، محتاجة 2000 جنيه. أول الشهر يا حبيبتي. أني أول شهر فيهم؟ أنت أول الشهر بالنسبة لك ما بيجيش خالص ولا إيه؟ بصراحة أنا غلطت، حتى مرتبك اللي ملوش أي 30 لازمة مضيحولي على الخامات والمراجع اللي عمال تقرالي فيها للصبح. أنت لزيك عنده مرسيدس وفيلا وفي حتة تانية خالص، ولا أنت مش واخد بالك ولا إيه يا دكتور؟ لا، ابتديت أخد بالي يا دكتور.
مصطفى، مصطفى. أنا آسف. ولا يهمك يا شيرين. أنا بحبك قوي يا مصطفى. وأنا بموت فيك. أنا آسفة بجد، ما كانش آسفيش. قولي بموت فيك. أوي. طب أنا بالنسبة لك إيه؟ علاج لكل حاجة. بتكملي فيها كل حاجة ناقصة يا شيرين. يعني تقدري تقولي كده معلقة سكر في كوباية مرة. معلقة واحدة بس. طماعة. كتير. كتير أوي. أنا كل ده يا بطيتي. يلا. روح شغلك، خد بالك من نفسك. مسوعة على مهلك. الشيك هيوصل في ميعاده زي ما اتفقنا. الندم ده هيخسرك كل حاجة، لأنك لو ما بقتش معاهم هتبقى عدوهم. مش ناوي تقول البحث فين يا دكتور؟ لو ما بقتش معاهم هبقى نفسي. هياخدوا البحث بملاليم ويرجعونا بملايين، وساعتها الغلبان يلطم على وشه. يعني ده آخر كلامك؟ أنت هتخسر كل حاجة. اللي قبليك وانت هتروح ابرز كده. صدقني مش هيبقى ارخص من اللي الدكتور مصطفى السبيلي الله سن المقص قدامي يا مقصوفة الرقبة. خلينا نلحق نلم الغسيل. يا جماله يا جماله، انا مش عارفه انت هتفضلي لحد امتى ترفضي كل عريس يتقدم لك، لحد ما يجي لي حد عليه القيمه. يا اختي اللي عليهم القيمه دول ما بنشوفهمش غير في السيما، لان في المنطقه المقيحه دي سقف يجي لك واحد بينزح طرنشات. خدي السكينه يا ست هيام. تسلم ايدك يا عم متولي، بروح حاسب ابويا بقى. ماشي. يلا يابا عشان انت بتعمل ايه يابا؟ ما تسيب لي في ايدك ده ويلا ناكل. ده وضب البوتاجاز ده لخالتك ام جمالات اللي ساكنه تحت الرابع. الجديد بيذبح يا بنتي، ما تيجي بعد العصر ان شاء الله عشان تاخده
ما تاخدوش الباقي منها. طول عمرنا بنبيع جدعانه ما بنلمش ثمنها. ربنا هي بس يعينها على ابنها اللي محتاسه ورا ده. ربنا ما يكتبها عليك ابدا يا هيما. يا دي النيله يابا. يابا امال لو كان اسمي نظينيه كنت عملت فيا ايه؟ ده انا حتى اسمي هيام، يعني الدلع كله. تقوم تقول لي برضه يا هيما. انت بنت زعلانه ان انت بنت البكريه وانا بدلعك. اديك قلت بنتك والبكريه. يعني انا مش ان انت ربنا ما رزقكش بس يا شامبو. جدع جدع شامبو. كنت فين يا لا؟ كنت واخدها في الخراب. يا تحسن بلفظك، هو انت عملت كده على طول؟ بتلطش وبترش الكلام كده زدتش. في ايه يابا؟ هو غلط في ايه؟ ما هو فعلا كان واخدني في الخراب. لا حول ولا قوة. مش زبال يعني؟ ولا انت اسم الله شايف مدير بنك؟ اشرب من تلقيمة التون سلام اللي انت فيها عم مرادة. تسلم يا تلقيمة، تسلم اخويا. يلا يلا اتكل على الله، يلا شوف حالك كده يعني صباعي حلوة. خدوا معاكوا البنت دي، هتروح للمعلم ناصر بتاع الزيتون، هتاخد منه حبة بضاعة انا متفق عليهم. انت ايه يا عم اشخابوك؟ اضحك يا عم. الله ايه يا شامبو؟ بس بس ايه ده؟ بالحول في قتيل. قتيل؟ يا لهوي. يا لهوي ده شكله كده لسه في الروح. يا جدعان يلا نشيله سوا يا جدعان، نوديه على اي مستشفى. جيلي بقول لك ايه؟ احنا مش عايزين مصايب، انا داخل على جواز. انت مفيش مروءه كده خالص، مفيش دم، خلي عندكم انسانيه. تعالي يا بنت شيلي معانا بنت ربنا. ارفع يا عم. متعلقات مصطفى السبيلي محفظته فيها الاوراق اللي تخصه، بس ما فيهاش اي حاجه تخص البحث. تمام. ده حقك. بس مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يا فؤاد بيه. ما تبقاش طماع قوي كده يا حسين، انا عوض لك اصل جهات كتير قوي. أنا عايز أفهم سعادتك، إحنا محجوزين هنا ليه دلوقت؟ جرايا ناس، هو خير إن تعمل شر إن تلقى؟ يعني هيتباركوا بينا يا خالتي العيال؟ ما أنا قلت لك، أنت هتودينا في داهية ما صدقتنيش، زغرتي بقى. بطلوا رغي طولة لسان، أنا كل شوية أقطع ورق. بقول لك إيه يا سعادة الباشا؟ ما ينفعش تروح الحريم وتكلبشني أنا والباقي في ده؟ لا طبعًا ما ينفعش. المهم دلوقتي الجدع اللي إحنا جبناه سايح في دمه ده، لسه عايش ولا مات؟ أنا مش مطمئن خالص، واختفاء مصطفى ده مش طبيعي أبداً. أكيد أكيد جراله حاجة. أنا هتجنن يا بابا، يعني هيكون راح فين؟ ويعني إيه قافل تليفونه كل ده؟ إحنا لازم نبلغ البوليس. هو أخد ضربة على راسه بقى لحد، ورغم إن الجرح مش كبير لكنه غائر، وده تسبب في فقدان الذاكرة. ده غير بقى الحروق السطحية على وشه. العناية الإلهية بقى تدخلت وأنقذته من الموت، رغم إن الرصاصة جاية جنب قلبه بالظبط. هيا قول لي، هما دول اللي اعتدوا عليك؟ مش فاكر حاجة، مش فاكر اسمي اصلا. اكتب يا ابني. عمرنا نحن، امجد الغمراوي، وكيل النائب العام، باخلاء سبيل المتهمين، بضمان محل اقامتهم، لعدم استيفاء الادلة، واقفل المحضر في ساعته وتاريخه لحين ورود معلومات اخرى. استني يا اختي والنبي، عايزاكي دقيقة بس. خلصونا يا اخوانا. ايه بقى التراخي ده كله؟ يلا يا هيما يا بنتي. حاضر يابا حاضر، دقيقة بس يا باشا. طب يلا شهالي. خلي الفلوس دي معاكي، الراجل اللي جوه غلبان وملهوش حد، لو احتاج يعني علبتين عصير ولا حاجة جيبيهم له، وبالمرة كمان هاتي له نص فرخة تسند قلبه. عينيا الاثنين يا اختي كاك وجع عينيكي، وانت يا اختي ما تجيبي لاختك أولى. هجيب لك شندوتش سبوري بقى.
سمعتي يا اختي؟ ولو حصل اي حاجه والنبي تكلميني. خدي رقم بقى. هاي بابا عملت ايه؟ ما يعرفوش عنه اي حاجه جوه. يعني هيكون راح فين؟ ده احنا بقالنا اسبوعين قلبنا عليه الدنيا. ده احنا ما خلناش مستشفى ولا اسم اللي ما سالنا فيه. يا بابا ده حتى عربيته ما لهاش اثر. يا بابا اتصرف الله يخليك، اعمل حاجه، رجع لي مصطفى عشان خاطر الله يخليك يا بابا. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خد جنيه اهو يا ام فاروق، يبقى لي عندك مرض. جنيه يا نصابه، جرايبك انت اتمرجحتي قبل كده كتير. خلي قلبك ابيض. لا انا قلبي بيجي ساحه الفلوس ويبقى شبه التينه. حاج ما تجيش تتمرجح يا اختي، كفايه الدنيا مرجحاني شمال ويمين، هتبقى انت وهي على رأيك. الو الجدع اللي انتوا جبتوه خد اذن بالخروج، ولحد دلوقتي ما حدش جه خد. كشكول العمر مكتوب فيه كام ورق، مليان عيشه بهنا وظلم وقهر. الحق ضايع فيه منهوب من السرقه، واللي ينام شبعان بيقنع في الجعان بالصبر. اللي ينام شبعان. ايه ده؟ هو ايه اللي مطلعه بره يوم؟ انت ايه اللي خرجك من المستشفى يا ابني؟ هما اللي مشوني. يعني ما انتش فاكر اي حد من قرايبك، معارفك، حبايبك؟ انا مش فاكر اي حاجه. طب قول لي، طيب انت اكلت حاجه؟ طب انت يعني معلش في دي الكلمه، ما فكرتش هتعمل ايه او هتروح فين ولا تيجي منين؟ والعمل يابا هنسيبه كده ولا ايه؟ العمل عمل ربنا يا بنتي. ما تيجي ناخده معانا، يلقط رزقه في اي شغلانه وهو نبقى كسبنا فيه ثواب. خايف الواد ده يكون وراه مصيبه، تنطنا كده ولا كده، واحنا مش ناقصين. لا يا عم رضا، مش عايزك تقول انا خايف، ولا الخوف يخش قلبك طول ما انا موجود جنبك يا عم رضا، بس انا باكد لك ان الواد ده وراه مصيبه. مصيبه لما تشيلك وتهورك من هنا خالص يا بعيد، ده انت قرفتنا. طب بالعقل كده يا مستمعين، واحد لقيناه مضروب بالنار ومرمي جنب الترعه وسط الزباله، هيكون ايه يعني؟ عريش البحر. اول حاجه يا بقف تقولها تنخشش في الدماغ. عندكم لحد ما يظهر له ايه؟ اهو نكسب ثواب فيه يابا، يعني نبقى لا بنكسب فلوس ولا حتى نكسب ثواب. اسمع يا عم رضا، الكلام ما تعشفايف، انا حريمي ما تكشفوش على رجاله غرب، كده الواد ده رجلي مش هتعتب البيت. رجلي؟ بطيتي. امال اللي قعدوا فين يا اخويا؟ تكونش عايزنا نحجز له في المينا هاوس مثلا؟ ولا عايزنا يعني نرميه في الشارع لكلاب السكك يا مدهول انت؟ انا هوضب له العش دي، بات فيها، ياخد باله كمان من البضاعه. عشة ايه؟ هو فرخه؟ انتوا سيبوه ويجي يبات عندي. او انا جابت معاه في العشه هنكاكي سوا. ده مين ده راح؟ ده بقى صلاح الشمال، تاجر خلطة ربط من شبرا، جننوا الحكومة والحكومة جننته لحد ما طفش منهم وجاء أجر هنا. الخير على قدوم الواردين، أهي بشايره هلت أهي يابا. أنت هتفتح هنا يالا ولا إيه؟ في أيمن بيه؟ هم أعداء النجاح لحقوا بلغوك ولا إيه؟ ده أنت كويس، هتعرف اسمي وتعرفني كويس. يا باشا أنت أشهر من النار على العالم، أنت نجم سطع في السماء. هتعيش بأدبك؟ هشيلك فوق راسي. هتقل أدبك؟ هيقل منك يا باشا. الماضي عدى وفات ونسيناه. جايين نفتح صفحه جديده بالحب.
وناكل بالحلال وبما يرضي الله، وكفى المؤمنين شر القتال. وربنا برضو بيقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم صل على النبي. الحمد لله. والله بعت لي ظابط من وزاره الاوقاف كده، يا رب اشكرك يا رب كده التوبه اتقبلت يا باشا. لا عشان خفه دمك ديت انا جددت لك شهرين كمان كم مراقبه. سلامه يا شمال. الف سلامه يا باشا. صاحباتك السلامه يا باشا، في السلام والامان. كده كويس يا عم رضا. كلمني عم رضا. يا اختي نقطه، ما تقول له انكل احسن. بطل وروره بقى. اسمه يا عم رضا، عم رضا يا ابني، انما ما تقولش عمو دي. على كده انت هتقول لي يا عم رضا، انا بقى هقول لك ايه؟ هقول لك على حاجه يابا، تهت والاناه. احنا هنسميه على اسمي الغالي، حمائي. طب مايني وليميها. طب ايه رايك نسميك احمد؟ استسهال قوي يا عم رضا. نسميه الغريب. مش مباشر شويه؟ انا طول عمري احلم بعيل اسميه على اسم ابويا. ايه رايك في عتمان؟ يا ريت يا اخي، ربنا رزقك بعيل. هنسميه بركات علشان حياته اللي جايه تبقى كلها بركه وخير. طب والله عتمان احلى. طب ثلاثه بالله العظيم الغريب احلى. طب يا جماعه انا مش جاي افرق ما بينكم، سموني بركات ونادوني بالغريب ودلعوني ماشي يا عتمان. اهدي يا سليم، اهدي. هفهمك على كل حاجة. كده تعمل فيه كده؟ مش انا معلقة السكر بتاعتك؟ انت كل السكر. مش انا ست غير كل الستات؟ حبيبي انت كل الستات. طب ليه تختفي فجأة كده من حياتي؟ ليه تعمل فيها كده؟ بابا انا بقيت بشوف مصطفى في كل حتة، انا هتجنن لو مرجعتهوش. اهدي يا بنتي، ايه دي حبيبتي؟ مش كده يا بنتي. واد يا بركات. يا عم رضا. ايه يا ابني؟ وانت لسه صاحي؟ ده انا قلت ان انت نومك تقيل. الله يا عم رضا، انا همي هو اللي قتل. علم همك المشي عشان ما يتكلبش في رقبتك وتبقى تعبان. رحت فين؟ يا ركبي. ركبي اصلها بعد عنك، الخشونه عامله مشكله معايا، ده غير الناقص هنا بقى في قطع في الغضروف. خلي بالك. اللي بتاخده ده عم رضا؟ ابدا دي اسبرين يا ابني عشان تسكن الالم حبتين. شوف يا بركات، انا عاوز اقول لك على حاجه، ثق في ربنا يا ابني، وانت ان شاء الله هترجع لاهلك سالم غانم. مش لما اعرف انا مين الاول. اسمع كلام عمك رضا وانت تكسب. على رأي المثل، اكبر منك بيوم بيبقى ايه؟ عيد ميلاده قبل عيد ميلاده. بيعرف عنك بسنة تغف. قوم يا قوم قوم نصلي الفجر، قوم نصلي الفجر. قوم النبي عم رضا، شوف لي لباس اصغر من ده، لباسك كبير تايه فيه اكتر ما انا تايه. بعد الفجر. شوف يا بركات يا ابني، مش عاوزك من هنا ورايح تتكشف مني ابدا. نفسك في حاجه اطلبها، هتلاقيها موجبه على طول. اطلب ايه يا عم رضا؟ انا عايز لباس على قدي، لباسك كبير قوي انا تايه فيه. حلوه. انا اقصد، يالا اقصد ان انا اعمل الحبتين دول معاك. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ عشان اني انا عاوزك تبقى خشن حبتين، يعني عاوز الحركات اللي بعملها معاك دي تخليك واد جدر. يعني انا مش هبقى بجد غير لما يجيلي تسلخات. حلوه. يخرب بيتك. ايه انا ايه الحاجه؟ بص يا واد، انا عاوز اقول لك على حاجه يا بركات، ان انت لو مؤاخذه في الكلمه، ينفع يعني ان انت تبقى في الصيف ماشي كده عليك عبايه وعليك تلفيحه صوف وعلى حاجات من دي؟ لا. طيب ينفع لمؤاخذة في الكلمة إن أنت تبقى في الشتاء برضه ماشي بلبوس كده عريان رفرف؟ برضه لأ. أنا بعمل معاك عشان كده،
عشان تبقى واد جينا، تبقى في وسطينا وتبقى منينا. حلوه دي؟ يعني انتوا كلكم عندكم تسلخات؟ حلوه حلوه، اضرب بالشيطانه. انا بضربك كده ليه بقى؟ عشان الحته دي تنشف تنشف، تقدر تشيل عليها حاجات. تعال 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 ورايا. طب انت رايح فين حضرتك؟ حضرتك دي كلمه تقولها برضو؟ ايه حكيمه حضرتك؟ طب معلش ياض، اللي زي ما يتقلوش حضرتك، اللي زي في الحته بتاعتنا دي يتقول له يعني يا معلم، واخد بالك انت، يا حاج يا كبير. ها؟ طب هتشتري ايه؟ يا حاج يا معلم يا كبير. راح اشتري جرجير. شكلك بتقرا شعر كتير. حلوه حلوه. ولا تليمه. ايوه يا استاذ صلاح، هات هات شويه شاي لطيف سكر ظريف. خد احلى كوبايه شاي خفيف. روح بقى من وشي. وماله مسكر قوي كده ليه؟ مالك يا بركات؟ ابوك دقني في السوق قوي هيمه. يا عم اسمي هيام. هيام عريس سود ومنيل. حقك عليا والنبي يا بركات، والنبي يا اخويا ما اقصد، والنبي ما تزعل. ولا يهمك هيام، ازعل من ايه بس؟ يكون اكتر من اللي انا فيه. اهدى على نفسك يا بركات، اي حد بيجرى له اللي يجرى لك ده بيرجع زي العيل الصغير، بيبقى كانه لسه بيتعرف على الدنيا من اول وجديد. اهو قدري ابتدي الحياه من اول السطر. بص يا بركات، انت لازم انت تودك في الدنيا زاد عن كده، يعني ما ينفعش تبقى طري قوي ولا تبقى غشيم قوي، والملف الساعد لازم تتعلم الموضوع ده كويس قوي. يعني لو رايح مثلا السوق عايز تشتري شويه عيش، هتقول للراجل ايه؟ تقول له نبي اديني خمس ترغيفه حلوين زيك كده. ولو رايح تشتري طماطم هتقول للراجل ايه؟ هات خمس طماطميات حلوين كده زيك. اسمع يا بركات واشتري مني، هتقول للراجل ايه؟ عايز كيلو طماطم. عايز كيلو طماطم حلوين كده زيك. يلا اتكل على الله. سير يا نورمان. واد يا بركات، خد يا واد هات لي اللي في الورقه دي من الصيدليه اللي على الناصيه، وخد 5 جنيه ليه. معلش بطبخ للعيال ومش فاضيه. خد اخد يا هيام. خد يا بركات، ده رزق جاي لك من عند ربنا. اهو رزق جاي لك، حطه في جيبك. ماشي يا لو. ماشي يا ورجان. طب تعالي معايا يا لو. يلا اروح اجيب لها. لا بقى انت كده بتتلكك يا حمدي. بتلكك يا فوفه بس يا فوفه، في عريس في الدنيا بيخش من غير انتريه؟ صدق معاك حق فعلا، انا غلطانه يا حبيبي. ما هو عمك الوزير ولا ابوك السفير لما يجونا لازم يقعدوا يمددوا على الانتريه. يا اخويا انت حد يعرفك ولا بيطيقك غيري اصلا؟ يا بنت يا بنت، انا بفهمك يا بنت حاجه للمستقبل، بفهمك حاجه للمستقبل. ماشي هنخش من غير انتريه، هنتنيل من غير انتريه. افرادي جه عريس لبنتنا، اقعده فين؟ اقعده في المنور ولا اجيبه الخرابه؟ صدق بالله انت هتشلني. مش يا اخويا لما اتجوز انا الاول ابقى اجوز بنتنا اللي انا بشوف في وش امها؟ حرام عليك يا حمدي، بتعمل فيا كده ليه؟ عندي القلب يا حمدي. يا سام يا سام، زفت الطين. ما يصحش تنادي الواحدة في حتة زي بتاعتنا دي كده باسمها دغري. أمال أنا أقول لها إيه؟ هي مش اسمها سام. أيوه ناديها باسم جوزها، باسم اسم، بقول لك إيه؟ ناديها باسم ابنها، ابنها فاروق. قول يا فاروق. يا فاروق. أيوه كده يا فاروق. يا فاروق. عايز إيه؟ ما لقيتش أقلص في الصيدلية. خلاص الله يفضحك، حط ال 20 جنيه في السابق. جبت بيهم مرم تسلخات، لباس عم رضا كبير عليا قوي. خرب بيتك ليه بتتفضح انت ولباس عم رضا؟ خلاص يا فاروق، عندنا ال 20 جنيه هديهم لك. Mm-hmm.
بركات، اطلع خد الزبالة. حاضر. يا رب يا ساتر. تعالى يا اختي. بسم الله ما شاء الله، الزند محمل. الزبالة فين؟ جوه. وبعدين مستربع على ايه ده؟ حتى استربع وحش. عشان عم رضا ما يستعوقنيش. ليه؟ رئيس الوحدة المحلية. خش زند محمل. انت ما بتركبش المرجحة ليه؟ دي حتى حلوة قوي ومريحة. لباس عم رضا واسع، ممكن يقع. ما يقع، واللي يقع نرفعه، وبعدين ما يقع على الشاطر. والشاطر في القناطر. وانا ماليش خاطر. يا ساتر. شفت نملة عاملة عاملة لما اصحابها بتشرب خمرة؟ سكرانة. شفت نملة عاملة عاملة لما اصحابها بتشرب خمرة؟ سكرانة. انت انا اللي بتغني. طب انا شفت نملة. ايه ده؟ تطرش ده ولا ايه؟ الشرب خمرة. انت انا اللي بتغني. سكرانة. فعلا مالك؟ انا مش بنادي عليك، ما بتردش ليه؟ عم رضا قال لي ما ردش عليك. وما تردش عليا ليه؟ سالته نفس السؤال، قال لي ابعد عن الشر وغني له. حتى شوف بغني له ازاي. شفت نمله عامله عامله لما اصحابها مجنون بقى. سكرانه. خد ياه بالحب كده، تروح تجيب لي علبه سوبر من الكشك وتيجي بسرعه. بركات ما بيشتريش حاجه لحد. ما دام رجليك شايلك ما سلفتهمش لواحد صاحبك، يبقى تروح تجيب حاجتك لنفسك. الله الله، ايه الحنيه دي كلها؟ هو الواد ده طلع ابن اختك ولا ايه؟ نزل ايدك من عليه، عشان لو اتمدت عليه تاني انا هقطعها لك. والنبي قطعيني او سيحي دم بالمره كمان. لا هو انت عندك دم؟ تصدق ما كنتش اعرف. يلا يا بركات، روح كلم الحاج رضا عشان عايزه. شفت النمله عامله عامله لما اصحى. طب شوف النمله انت يا بركات، يعني على ايه الواد ده؟ حكايته ايه معاكي بالظبط؟ بقول لك ايه، لم نفسك وجيبها لبرا احسن لك. طب طالما مبسوطه في البحر هنجيبها البر ليه؟ ما نجيب عوبات وننزل نبلبط كل ليل. حلو الحلو بكل اتصاله الا دلاله ما يعجبنيش. ما يعجبنيش. قالوا بيهجر، قلت وماله، يهجر يهجر بس يا عيني. حلو 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 الحلو. تركيره تركيره تركيره. غني كبير واصل. اتفضل يابا. والله قعدتكم حلوه يا اولاد. اللي قول لي يا عم رضا، رجليك عامله ايه؟ الحمد لله، هو بس ورمه شويه. انت تعرف حكايه النقرس دي، يعني باكل فول زي ما انتم عارفين، انما ده الكعب. الكعب نغز نغز نغز. الخشونه بقى ماسكه هنا زي هنا بالظبط، الاثنين متساويين. سلامتك الف سلامه يا حاج. ربنا يخليك يا ابني. والله لو ليا ابني ما يعمل فيا اللي انت بتعمله ده. بعد الشر عنك يابا، ان شاء الله الاعادي يابا. اله يا رب اللي بيكرهك يابا، وانت لا رجلك تخف وتبقى زي الفل يا رب. يابا تبقى عسل يابا وسكر يابا. الله 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 الله. بعد طرطشه الحنيه اللي انت بتعمليها دي، طلب ايه يا حبيبتي؟ بصراحه يابا انا عايزه اطلب منك طلب صغنط. ايوه. والنبي يابا بقى تمشي الجوازه بتاعت انا وحمدي، عايزه اتجوز يابا. او النبي عم رضا، او النبي عم رضا. طب هتخش كده يعني من غير انتريه؟ يا ناس افهموني، انا لو فضلت قاعده مستنيه الانتريه مش هتجوز في سنتي. يرضيك عني سي حمدي. ما تقوليش كده يا فوفا، تفي من بقك. انتريه ايه يا حمدي اللي انت قافش فيه ده؟ يا حبيبي انتوا بس اتجوزوا، بعد الجواز ان شاء الله يبقى ربنا يرزقكم كده وتشتروه. بعد الجواز الحق على ايه ولا على ايه؟ كفايه اكل اختك. وانت رايك ايه بركات؟ عايزه الصراحه يا عم رضا؟ هو في احلى من الصراحه والبراحه؟ بنتك عفاف دي مش عايزه عريس، عايزه مدرب فيله. لا اخس عليك، بس دي قمر. قمر بس يعني فيله. قشطه بركوت. يا بنت العضاضه. وحمدي بقى ابن حلال، امه داعي عليه ان شاء الله. انما هيام عود. عيب هذا بركات. هيام دي زي اختك. ماشي يا حاج. بقول لك ايه يا بركات؟ هو انت لو ربنا يعني نفخ في صورتك كده واتجوزت، هتسيب مراتك تشتغل؟ اكيد طبعا يا هيام، يعني هنبقى احنا الاثنين عواطليه. حارس ود انت مش عارف تضحكوا على ايه يعني. طب قوم يلا، قوم قوم هات ولحتين. ما كفايه يا حاج يا غالي كبير، لونك ابتدى يغمق. احنا جايين نعمل ايه؟
حرام عليك، حرام عليك يا اخي. هو انا ناقص خطه؟ ما الخلفه مقطوعه خلقه. انا ما غلطتش، بقول لك احنا جايين نعمل ايه؟ جايين نشتري حمار عشان نركبه في حريص الحربيه اللي مركون عندنا في المقلب ده، تسرعوا بيه انت وهيمه ناكل عيش. قول كده. انت عايز تغني بلقماتي وقلبي من جوه وابن اللي ما خلفتوش وروح هات لي قلحه يا كذاب. قلت لك لا، الكلمه دي ما تتقالش للي زيي، اللي زي كبير كده ما تقولوش يا كذاب، كذاب دي كلمه عيب، ولا انت مش فاهم؟ برضه كذاب. بقول لك لا، افهم الكلام. تعال يا جلد، تعال تعال تعال. خلاص دي انت رخم. تعال. ما تخلصنا بقى يا معلم وتحسبه لنا ب 5000. اتكلم معايا يا جدعان. طب انا بتوع اللي بيع لك البتاع دي. يلا امشي يلا من هنا يا قلبي. قول له تعبان يا قلبي. مساء الخير يا سيدنا المعلمين. اهلا. لا مؤاخذه يعني انا شايف الرصه دي كده مش هي يعني. عاوزين حاجة كده تكون حلوة كده تكون مدكنة شوية، حكم الشغلة بتاعتنا دي بتحب اللف والدوران، عاوز حمار متع. هو ده اللي موجود عندنا. سيب لي الطلعة دي يا حاج يا غالي يا كبير. شوية كده. بقول لك إيه يا معلم؟ إحنا عايزين حمار كده حلو زيك. حمار حلو زيي؟ أنت بقى عليكم جنة السل ولا إيه؟ يا صباح الكراميلا باللوز. هو الواحد لما يشوف واحدة حلوة في الشارع وعايز يعمل لها لايك يدوس فين؟ الله يدوسك قطر يكون سواء واعمى واطرش يا بعيد. فداكي. انا صعبان عليا الايدين الحلوه دي اللي تتلف في ايديا بتغسل عربيات. انت اموري بس وانا ابعت لك اي صبي من صبيان يغسلوها لي. ابقى وفر صبيانك دول يا حبيبي لما تحب تشطف اهم ينفعوك. في اهو. طب ما ناخد بقى ارقام بعض ونرن لبعض ونبعت لبعض حاجات على الواتساب ومش خساره فيك اي باقه. انت اتهبلت ولا راحت منك ولا ايه؟ رايحه مني وبدور عليها، ما تيجي ندور عليها سوا. يا ابني هو انت حد مسلطك عليا؟ قلت لك ما تتكلمش مع اي مخلوق الا لما انا اقول لك. ماشي يا جوحه. جوحه الشمال حكايه مع هيام وكشمتني وقعد يزيط. ما يزيط الا العبيط والعبيط يتعقل. ولا جوحه ليه راي تاني؟ هو في قول بعد اقولك؟ تعالى نزلني ما اشوف اخرتها ايه. امتى ده؟ سيب يا دي الحمار. يا عم رضا لازمتها ايه دخلت شاروخان دي على الصبح؟ قالوا شمال قلنا ماشي، اللي بيهدي العباد هو ربنا. لكن الشمال ده بقى ماله من بنتي؟ يا عم انا جيت جنبها، انا كنت بعمل لها لايك من بعيد، واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اسمع بقى ذكر الكلام. تقعد معانا هنا وتراعي الجيره هحطك في عينيا الاثنين. حلو. هتقل ادبك هخف عينيك للدين. ايه رايك بقى ان انت راجل عايب وانا مش همد ايدي عليك عشان انا نيتي بس ممكن تعورك؟ لا الا الكبير. ولا انت اهلك مربكش؟ ما كانوش فاضيين، كانوا بيعملوا دايفنج في المريوطيه. انا بقى ماليش اهل. ليه اهلك راحوا فين؟ منصور ايه؟ اللي قبليك راحوا خيشه مصطفى والبحر وحراس. نفسك انت فين بقى يا مصطفى؟ فين بقى يا مصطفى؟ فوق يا ابني فوق. فوق يا حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله. انا فين؟ انا السبب. انا هين. يعني انا افضل قافله على قلبي كل ده ويوم ما قلبي يدق يدق بحبك انت، انت في اي لحظه ممكن تسيبني وتمشي. ده ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا ما غلطتش يا بركات. لا طبعا ما غلطتش يا عم رضا، حتى لو غلطت ما يصحش يرفع ايده عليك. ما اقصدش اللي انت فهمته ده، انا اقصد يا ابني يقول ان انا ما غلطتش اجيبك تعيش هنا في وسطينا. اللي انت عملته النهارده ده ما عملوش عايل من ظهري. تاد انت بان عليك ابن اصول واد مجدع. يا عم رضا والله يا عم رضا، من يوم ما عشت وسطيكوا وانا حاسس ان انت اهلي وانت ابويا بجد. حن بقى انت مصر على العربيه الكارو دي. ما تخلينا في الاولى. قول يا رضا انت. وريني وريني. اضرب وخلصني. ده بعد اللي انت عملته النهارده ده ما يصحش اضربك. انسان متناقض. انت عارف
عرفت ان سام كانت هتزنقني زنقتك؟ حاولت. خد نصيحة من اختك لب، رد الغلط بالغلط وقت الغلط ما يبقاش غلط. لا، رد الغلط بالغلط في الوقت الغلط لازم يطرط الزلط، واحنا بقى كناس فاهمين لازم نحط ده في عين الاعتبار. ولا يا عم جحر؟ الله يخرب بيت ام التلفزيون والمسلسلات الباكستاني اللي هرشت دماغكم. بتقومي يا بت؟ قومي هاتي من اختك الاكل. يابا ايه يابا؟ ادي مش فاضي يابا، مش باكله دلوقتي، ده داخل على جواز يابا، لو ما غزيتوش يابا هيهبط مني. هبط منك يا هيما يا بنتي، تعالي كلي الاكل هتنشف. يا ابني ما تثبت بقى، روشتني. مش عارف يا عم رضا، ابويا كان شكله مقرق ولا ايه؟ مش عارف. انت ما قمرتيش الحفلة يا هيام. هو انت عاتق مقمر ولا مش قمر؟ ما انت زلطت كل. عجبك البلية بركات؟ بقى ايه؟ ليه؟ ليش ليه هيام؟ هاكل هاكل اهو. من بكره هتطلع انت وبركات على العربيه الجديده تقلبوا رزقكم. حاضر يابا. متناقض. بتقول ايه؟ العب باليه؟ يعني انا كده بتدرب عشان تضرب؟ طب خد. لا اسماء اتفضل يا زميلي. اتفضل يا زميلي. ايش ده؟ هات بقى. اسماء انت قفشت حرامي ولا ايه؟ انت قفشت حرامي ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ انا بتدرب صح كده. ايش ده؟ لا انت كده بصراحه اتقدمت اهو. فك الاسير. هو مش كان حرامي؟ لا بقى أسير. بقى أسير يعني ده ملوش أهل. أهله ماتوا في الضرب. يتيم يعني زي. إيه ده؟ المروحة بطلت. هو النور قطع؟ مش عارف. حمدي يا سيد. الأسير. ايه ما قاعدة لوحدك ليه؟ ابدا، بس كنت بشم يعني شويه هوا. هوا؟ هو الهوا حلو النهارده جاي كده من عند الواد حمدي. تسلم لي يا تلقيمه، تسلم لي. حسبي. ما تخافش عليا، خلي بالك انت من نفسك بس. صباحكم فل ان شاء الله، ربنا يرزقكم. من قلبك يا عم رضا؟ اللي من قلبي يا طبعا، من قلبي. شد شد شد. بكيا بكيا برا بكيا. لا اله الا الله. طب لا دي ولا دي، انت فين يا جهاد؟ انا هنا يا سلامه يا جهاد. ضحك علينا الناس بقى، ضحك علينا الناس، ما اصلها ناقصه. انت فين يا جهاد؟ انت فين يا سلامه يا جهاد؟ انت بتعمل ايه بكيا؟ لبالي لا ربنا يحرقك يا بعيدة. يلا يا وام. يا ويلي يا جوحر، يا ويلي.
كملها الاولى. انا ده ما ادفعش فيه اكتر من طبق بلس ولا يستاهل شمسه يا عين امك. هما الستات كده ياخدونا لحم ويرمونا عض. انا ما انفعش معاكي. لا انت محتاجه المقاومه والبدايين. او علي وحسين ايه العب بيه؟ شايف ده جايبان 150 ولا نفع؟ شايف ده بيقول لك قرب حبيبي قرب وقرب يا ريت ده خدها وجاري. شايف ده بيقول لك ايه؟ قوم اقف انت بتكلمني. طب وقف يا ريت دمه شخر. انا مش لسه مديك بوسه امبارح على هوا يا عين امك. بسم الله ما شاء الله وشغال واي فاي كمان. النت مقطوع يا حبيبي عشان ما دفعش الاشتراك. لا غرفه داهيه بقى يا شيخ. وسعد انت جبل يا بعيده. طب ده شفع؟ لا. طب ده نفع؟ لا. طب ده كنت جايبه اقوله في الفالنتاين. طب ده بقى يلزمني عم جوحة لساني دلدل عشان يجيب لي واحد زيه. صباح الكرمية باللوز والعسلية بالجوز على عم رضا. أجدع راجل في المنطقة دي كلها وكبرها. صباح الفل يا عم رضا. أهلا. إيه أهلا دي يا عم رضا؟ مش طالعة مرتاحة منك. صح. شكلك لسه شايل عم رضا. ما خلاص يا عم رضا اللي فات مات وإحنا جيران والجيران لبعضيها. ولو مؤاخذة كده يعني أهل بيتك يهموني. وأنا طالب القرب منك في هيمة. انا ما عنديش بنات للجواز. قلت ايه بقى يا معلم؟ الرسول بيقول ان جاءكم ما ترضون دين وخلقه فزوجوه. واحنا الحمد لله ماشيين بما يرضي الله وسمعتي سابقاني واخر تمام والقش معدن. وبعدين يعني الشرع بيقول اسال العروسه. صح. سالتها وهي رافضه. يا عم رضا يا عم رضا الجواز ستره. الله نقبك اللي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هيجي منين بس الخير من وشك انت؟ بقول لك قوم فارقني فارقني بقى. ماشي يا عم رضا هفارقك عيني. وانت ايه اللي جابك يا بنتك كمان؟ كان مكتوب لي فين بس ده يا ربي؟ بتقول حاجه يا بركات؟ ابدا بسبح في سري. افتكر ربنا رحمه بردك. انا حاسس ان انا اعرف الناس دول يا هيام. ناس مين اللي تعرف؟ أكيد بيتهيأ لك طبعا. مش عارف. اللي قولي بقى كنت عايزني في إيه؟ مش قادر أكمل معاه. طب حاول عشان اللي منكم. مش قادر. طب حاول عشان العيش والملح. مش قادر صدقني. طب حاول إنك ما تحاولش تفكر تعيش معايا لأن أنا دخيل على الناس دي. طيب سلام. سلام. ولا تخير من النوم. يا ترى امتى هيجي اليوم اللي هتسيبنا وتمشي فيه يا دكتور مصطفى؟ خير يا هيام؟ انا عايزاك يا بركات اطلع لي بره بس. بتعملي ايه يا ايام؟ ابدا بعمل شويه قرص عشان اوزعهم رحمه ونور على روحهم الله يرحمهم. الله يرحمه. طب تحب اساعدك؟ كتر الف خيرك. عاوزك بس يعني تشيل معايا صاجين كده لحد الفرن اذا ما كانش يضايقك يعني. عيوني. تسلم عينيك. الله يرحمك يا أم. الله يرحمها. امي دي كانت ست ب 100 راجل. الجدعانه كانت كلها فيها. انا اتعلمت منها الجدعانه. وتعلمت منها الرحمه. أمي كانت استحالة تشوف حد في ضيقة وما تساعدوش ولا تقف جنبه. طبقها ده
كانت الحارة كلها بتدوق مني، بس أنا اتحرمت منها بدري. الله يرحمك يا أمي. معلش، الله يرحمها. كلامك حلو قوي يا هيام، وحتى اسمك اسم كده تايه في الملكوت، لا منه رهام ولا منه هشام. لا بجد والله، أنا بحب بجد اسمك، ناعم وبسيط وتحس إنه جوه حلم. تسلم يا بركات، الله يخليك. بص بقى، أنا عايزك تكتب اسمك على السجدة عشان ما يتلخبطش في الفرن. مصر على موقفي. معقول عايز تقنعني من القعدة في الشوال أرحم من القعدة مع شوق؟ اه، انت مش متخيل كانت بتعمل فيا ايه. لا حول الله. طب عايز مني حاجة؟ الملح كان زيت سن بزوده غصب عني عشان ما تعطلش. سلام. بيك يا استاذ. تعال يا مصطفى، تعال يا ادم. والله يا ابني مش عارف اقول لك ايه. انا ما ندهتلكش عشان ابيع لك حاجه ربك ولا حاجه، لا زي ما انت شايف بعت عفش البيت كله وبعت هدومي كمان. احيانا بعت لك عشان ابيع لك عيل من عيالي. ايه اللي بتقوله ده يا استاذ؟ خد ادم عشان اعرف اصرف على مصطفى، او خد مصطفى عشان اقدر اصرف على ادم. انا دلوقتي يعني عايز اقول لحضرتك ان انا بشتغل موظف الصبح وبعد الظهر ماسك حسابات مطعم، وبرضه مش ملاحق حق على المصاريف. تقوم تبيع لحمك يا استاذ؟ تبيع لحمك؟ أنا بقيت عفش البيت كله وبقيت هدومي كمان. والله يا بنتي فضل غير البدلة دي نام بيها وروح بيها الشغل. طب بقول لك إيه يا ابني، خد مصطفى، خد مصطفى كويس ومقاول ويعمل لك كل اللي أنت عايزه، وأنا وأمه هنجي لك يوم واحد بس في الشهر، طمن عليه. عاوزك. هو أنا حسب يومتي كام؟ المفروض 50. طب اقدر اخد احسب يومين؟ كنت كمان تيجي تعبت. ايوه يا ابن خير، يا ريت تقبل مني المبلغ ده. ما عارف انه مبلغ صغير، بس انا لو ربنا قدرني والله ما هسيبك. زي ابنك. يا ابني كتر خيرك، الف شكر. واكيد اكيد ربنا مش هينسى. طب عشان خاطر ربنا قبلهم ياخذ النبي بالهديه. هي افضل الصلاه والسلام. تبقى حق مصطفى، بكره عبد اخد ادم. امسك امسك. كلام الزمان اسمع كلام الزمان يحكي لك القصة. خلصت راح عليك دنيا واخرة.
عن اللي ساب الجوع وسايب المفجوع فحصلت الكارثة. بإيدي سلام بعيني سلام بقلبي سلام. ايه الروقان ده يا عسل؟ تعرف يا بركات الخدمه دي كنت اتملي اغنيها لام عفاف لما كنت اتعبها حبتين واقرص عليها تطفش مني وتروح بيت اهلها. انا بصراحه كنت رزل قوي وشقي.
اتشق عليها حبتين وبعد كده اقول لها ثلاث سلامات يا وحشني هوا، تروح نازله على ما فيش تجي لي. ست ست ولا كل الستات، يا سلام عليك الله يرحمك يا ام عفاف، كانت سندي وظهري واقفه على طول جنبي كده، انا من غيرها لا كنت ابقى ولا حاجه. وبيها والنبي ولا حاجه، يعني هو انت بقيت سفير؟ تد الدنيا يابا بضحك معاك. ايوه كده كش مالك. ولا اقدر. يا سلام يا عفاف، لا ياخد مني ايام كانه خلع قلبي من صدري. يا عم رضا انت مكبر الموضوع قوي، انت خلفت عروسه البحور. يا ربنا صبرنا عليك. انت بتقول ايه؟ انا كل ما اكلمك كده وتنرفز عليك اللي بتدور لنفسك كده وبتتكلم كلام ملوش لازمه. بسبح في سري. ايوه كده. بقول لك يا عم رضا انا عايزك في موضوع. موضوع ايه؟ فلوس. لا يابا هو ما بقاش فيه الا بركات هو اللي على الحجر ولا ايه يابا؟ يا بت يا بت دي كلمه تقوليها برضو، ده انت العين والحاجب، انت الفشه والطحال، انت كل حاجه، انت بسبوسه، بس يابا انت كتكوتي، بس يابا انت كل حاجه عندي. ده ايه؟ مفيش. طب احضرينا بقى عروسه البحور، يا فشته يا بسبوسته. خير. احنا ليه بناخد الخرده ونديها من ايد لايد وودنك منين يا جحا؟ لا مؤاخذه يا عم رضا، ما ناخدها على المصنع على طول. تملي تقول لي ان عرق الجبين بياكل عيش. خلصت. عرق الجبين دلوقتي يا دوبك تاخد دش وتخرج في وشك الصابون. بص يابا، هو مدام جاب سيره الصابون يبقى شكله كده ناوي يتحفنا بفكره نظيفه. ايوه بس انا مش فاهم بيلف ويدور على ايه؟ بالعربي كده؟ عايزين نوسع تجارتنا، انا شايفك في حته تانيه خالص. شوف. ايوه يا ابني ده كان ايام زمان قوي قوي قوي. كمل يا بركات كمل. انت مش بتعتبرني زي ابنك عثمان، حط همك على كتفي. انا بحس ان انت ابني بحق وحقيقي اللي جبته من صلبي. الحمد لله. يرحمكم الله. يلا بقى نصلي الفجر ولا هتصلي بطقم الباليه ده؟ بصي يا ستي، وريني صباحك. ايوه والمقاس بالظبط. الله ميرسي يا بيبي، ده تحفه. ميرسي بجد على المفاجاه الحلوه دي. لا ولسه لما تعرفي المفاجاه الكبيره. لا كده كتير بجد. لا مش تعرفي ايه المفاجاه الاول؟ ايه قولي؟ رحله لاوروبا. طب مش نخلص الاول واطلع شهاده وفاه لمصطفى واخلي المحكمه تطلقني منه؟ اولا عشان المحكمه تطلع لك شهاده وفاه وتحكم لك بالطلاق لازم يكون مر على الاقل 3 سنين على اختفاء مصطفى. وبعدين لو استعجلتي على شهاده الوفاه والطلاق الشبهات هتعوم حواليكي. وبعدين احنا محتاجين الطلاق دي، ما احنا كده حلوين اهو. بص بقى يا عم رضا، بص يا عم بركات، انا اخري 48000. يا عم جو فحر البحر ده انا ماليش فيه، ومش هتطلع مني بسريايه. هم ال 2000 جنيه دول يعني اللي هدخلوك الجنه؟ يا بركات انا مش قدك، ما تفرمنيش كده يا اخي. بالله عليك انا قلب ابيض برضه، واحنا على عهدنا لحد ما نقابل ربنا. بالله عليك يا اخي اتزعلي شويه اهو. يا عم اسلك بقى واحلب صافي. يلعب العب يا بركات. بقول لك ايه، 2000 جنيه ما جاش فيها. ومبارك ومبارك كده، خلي ربنا يكرمنا كده يكفينا شرها. خلاص يا بركات عشان خاطرك
انا قلبي ابيض برضه. مبروك عليك يا بركات انت عم رضا. الله يبارك فيك، هو ده كلام الرجاله. حد فلوسك اقرص انت براحتك. صايمه يعني؟ صايمه صايمه. يا اخي ربنا ما يدفننا معاك. عيل كهين المفتاح يا حاج. اخر في الانتري ده 1200 جنيه ده. اه ياض، حد شافك وانت جاي؟ طب انا عرض الهرم الصغير اللي للبيع، شوف ليش مشتري يا ابني. من كتر ما بتلف وتدور هتموت دايخ. اخلص عهد مين ده؟ عهد بركات. طب خليهم 1000. 1000 لا باس عليك، هم 700 جنيه اللي اتفقنا عليهم على الدين. نبارك بقى ونقول امين ولا اسحب خفيف خفيف؟ عشان انا ظروفي شاهد عليها الغراب. ايه؟ من قال ايه سمع، بس بيدور على كدبه. اتكل على الله ولا شيل؟ شيل يلا. يا اخي ربنا ما يدفننا معاك عيل كهين. ستظل الوحدة تحتويني. بسم الله. اتفضلي. هنسهر فين النهاردة؟ ما كل خميس بنسهر عندي في الشقة وبتبقى لطيفة. مش فاهم ايه الإصرار ان احنا نسهر بره النهاردة. يعني تغيير. سوري نسيت الموبايل، هجيبه واجي على طول. طب استناك في العربية. اوكي. هتشهل يا بركات. عم بنشف عرقي. بسم الله. ها لا مؤاخذة مدام، شد كمان يا بركات. ايوه شد بقى من عندك تاني. ارمي لك السلبه وهرجعها لك. ماشي ارمي. يلا خد اسحب. حلو قوي ده. سكه السلامه يا بركات، خد بالك من نفسك. ها طمني، عملت ايه؟ كشفت على نمره العربيه، طلعت بتاعت واحد اسمه رضا السيد حنفي من البساتين. بقول لك احسان، مصطفى ده لو طلع عايش هتبقى مصيبه. انا هتجنن ساعات، اقول مش هو، يمكن حد شبهه. بس ازاي؟ لا هو مصطفى، انا متاكده ان هو. اذا كان هو مصطفى ازاي معرفكيش؟ دي شغلتك انت. وعلى العموم انا هكلم الناس اللي بره اقول لهم على اللي حصل واعرف ايه رايهم بالظبط. ما تنزل من على ايد الانتريه يا حمدي، ده لسه جديد، انا خايفه يتكسر. فرحان بيه يا فوفا. وانا كمان فرحانه بيه قوي، ده شكله غالي قوي. صح يا بركات انت جبته بكام ده؟ جابه ب 1750 من البواب، بس ده بقى تلاقيه في السوق ب 3 4000 جنيه. دي حاجه نظيفه. لا كتير. كتير عليا يا حمدي. ما انا عارف يا فوفا، بس دول هدفعهم من هنا بركات. ربك كريم يا حمدي، بس انت بلعيك شويه. حمدي لو بلع ريقه يموت مسموم. ما تقلقش، ربك بيبعت البرد على قد الغطا. ادي الحاج انت 750 وال 1000 سرسبهم له 100%. اذا كان على كده بسيطه يا صاحبي. لا يا حبيبي اسمها كلك واجب يا زميلي. خلصانه من فيونكا يا زميلي. لا خلصانه بدبدوب لما الكلام بيدوب. بص لمراتك يا حبوب. ايه ما تفطمني، بدل ما انتوا قاعدين مشغلطيني كده ما بين الفيونكا والدبدوب. تقصد مين بالدبدوب ده؟ استنى انت ما تقلقش، انا واخده على 700. ال 50 مشال. انا مظبط الهلبوق على طرف الكم والايهاب الجنزوري يبقى من غير عشا. وانت يا دي الصاج اللي انت شايله ده، انت رايح تجيب عيش لامك؟ اي خدمه يا شبح؟ انت ايش يا معلم؟ هو فين مقلب رضا يا معلم؟ رضا مين؟ بتاع الربابيكيا؟ اه هو ده. هو اللي قدامك ده. هو ده؟ اه. شكرا يا معلم. العفو. يا صباح العسليات مربات قشطات، شريكه لازق فيك بغيره، وانت شبطان لي في اللي فقد الذاكره. اه يا قلبي جاك وجع في قلبك وشك في صدرك وكسره في رجلك يا شباب. مش هتنضف قبل لما تكبر والوساخه تكبر معاك اللي انت ماسكه في ايدك ده. تعالي هنا. لا سيبيه فياد ملك. يا وايه البتاع اللي انت ماسكها لي دي؟ ما تختش ياد على الصبح. الخشب الرجال يا روح امك بيجيب الفقر. على اللعبه ما جيت جنبها. قالوا للشمال احلف. قالوا شرف. ايه اتفتحت الصدر اللي انت فيها دي؟ اقفل صدرك يا حبيبي لا تاخد برد. ايدك يلا تتحس رجوله. خلاص خلاص يا عم رضا. الله اذكر خلاص يا يلا خلاص. على الحرام من دين لو قربت الهام تاني لشوقك نصين. انت بتهددنا؟ لا يا اخويا بنورك، عشان لو ما ظبطتش نفسك هتشوف مني وش احنا الاثنين هنتفاجئ بيه. بص يا حبيبي لو عايز تشوف وشك ابقف قدام المرايه قبل ما تنزل من بيتكم الصبح، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا يا روح امك، اللي ما بيشوفش في الغربال يكشف نظر. خلاص 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 كده. ايه ده ايه ده؟ وانت مالك انت؟ دي مشاكلنا وبنحلها بالحب. انا بقى مش همد ايدي عليك. وجبوا معايا رجاله وشهروا لبعض وانتوا بتضربوه. محمد
وعليا ورحمة أمي لأرضعكوا. حصل لكم ده يا اسطوات؟ ده انتوا لو بتتخانقوا مع سوبر مان ما كانش عمل فيكم كده، وانت ما تقوليش انهم اتكتروا عليكم. نعمل ايه يا معلم؟ الواد طلع عصب. لا يا حبيبي ده طلع عصب مش عصب. تف عليهم هيمه. عاجبكم كده؟ مش قلت لك يا خفيف اللي ما يشوفش من الغربان يكشف نظر؟ يا ابني ما تبقاش حمقي قوي كده. ما تخليش العصبيه هي اللي سايقاك، ابعد عن الشر وغني له. اعمل ايه يا عم رضا؟ بعدت عن الشر وغنيت له جيت رقص لي، اسيبه يهز؟ وبعدين انا ما كنتش هبرد غير لما خلى هيام تقل منه في نص الشارع. اهو بركات بقى سند لنا يابا. سند انت كمان؟ ما بسبب العربيات دغدغت وتعورت انا كمان. اعمل ايه بقى في حظ النحس؟ جت طفطم طلعت حامل. عموما مصاريفها عليا. مصاريف ايه ونيله ايه؟ ده انت كتر الف خيرك على اللي عملته معانا. انت عبيط ولا ايه؟ ما كفايه انا عدت على خير. عدت على خير ايه؟ امال ايه اللي في وش ده؟ ما تسكت بقى، ده انت راجل ما عندكش دم صحيح. عنديش دم، امال ايه اللي في وش ده؟ كشطب. اصبر عليه يا عم رضا التقيل في القعر. اهو قاعد بره لبت زي النسوان. كفايه بركات لحد كده. انت خدت حقك وزياده، وخدت حقنا كمان. شيله بقى من دماغك. مصطفى فعلا طلع غريب عن المنطقه وفاقد الذاكره. الجماعه ردوا عليك؟ اه ردوا. بس المره دي بقى عايزينه حي. وفي ايديهم. عايزينه يعملوا بيه ايه؟ الراجل فقد الذاكره، يعني ريح واستريح. طب وسعادتك تضمن منين بقى انه فعلا فقد الذاكره؟ مش جايز تكون الحكايه دي لعبه عشان يعرف يكمل البحث بتاعه من غير ما احنا نعرف. وحتى لو افترضنا انه فعلا فقد الذاكره، تضمن لي منين انها ما ترجعلوش تاني؟ وساعتها كلنا هنروح في 60 داهيه. اطمني يا حبيبتي ما تقلقيش. وايه المطلوب مني دلوقتي؟ انا عايزك تراقبه 24 ساعه. عايزه ما يغيبش عن عينك ولا لحظة. عايز أعرف هو بيعمل إيه ومين بيساعده. كل حاجة بيعملها لازم تبقى تحت عينينا لحد ما يجي الأمر بخطفه. عشان كده لازم يكون لنا رجالتنا هناك. ركز معايا أنا هنا. عرفت إيه عن الواد؟ الواد ده يا باشا أنا ما أعرفش غير عنه أي حاجة غير إنه هو لقوه مرمي له مؤاخذة في خرابة ومضروب على دماغه. وخدوه عندهم في الحته ربوه معاهم وقال ايه سموه بركات. احنا بقى عايزين نعرف ونتاكد اذا كان فقد الذاكره بجد ولا بيشتغلنا. يا باشا من ناحيه الاشتغالات الواد ده يشتغل العفريت. اه الاول ما شفته ما ارتحتلوش وقلت الواد ده اكيد وراه مصيبه. بس لما اخذه انا يا باشا انا بحب شفتي ولا اجيب سيره حد في غيابه. تاخد كام صفر قدام الواحد؟ لا يا باشا الواحد مش متعود على حكايه الاصفار دي. بس اللي تشوفه سعادتك. 500,000 كويسين عشان تشتغل بنفس وما تفتحش بقك؟ الا كويسين يا باشا، مش هفتح بق. ده انا بص مش هجيب سيره قدام نفسي عشان ما احسدنيش. بس لو مؤاخذه يعني يا باشا، هو الواد ده يعني بيشتغل ايه؟ باحث كيميائي. لاحظ كيميائي بيشم يعني؟ ما انا بقول يا باشا من الاول الواد ده مدمن. باحث كيميائي يعني عالم. عالم يعني علامه يعني زي احمد زويل وصلاح والنني والناس دي. طب يا باشا الواد ده ما يستاهلش. بقول لك ايه؟ انت تشتغل وبس. ماله يا باشا نشتغل. مش هتيجي؟ مش هروح. عايزه تزنقني. بص يا باشا انا هقول لك على اللي شفته بكل صراحه. انا بالليل كده قلت ايه امشي كده اسقط في الحته شويه، فلقيت نور العشه مولع. قلت حلو الواد ده وسخ واكيد بيعمل حاجه غلط في العشه بالليل. رحت متنمس يا باشا من جنب العشه كده وداخل عليه، لقيته مؤاخذه قاعد جايب شويه ورق مش عارف يكتب ايه هنا، ينقل ده من على ده ويعمل ده من على ده. بس كان مركز يا باشا قوي، شكله بيشتغلكم يا باشا وما فقدش الذاكره ولا حاجه. تعرف تجيب لي الورق ده ولا اقول لك صوره لي من غير ما يحس؟ ده شغل تركيبات يعني، شوية كلام مفهوم وشوية كلام مش مفهوم، شوية رموز كيماوية المواد مش معروفة. أكيد بيروح معمل يجرب التركيبات دي، وأكيد برضه في ناس بتساعده. صباح الفل يا بركات. صباحك زي العسل. ما تاخدني معاك. أنت رايح فين؟ أي حتة. والنبي مسكتي. مسكتك؟ ماشي يا عم. إيه؟ إيه الأخبار؟ في قمة الانحدار، العربية مش عايزة تدور، لما أرجع بقى أوديها الميكانيكي. أنت رايح فين؟
انا كنت عاوزك في الموضوع. والنبي يا عم رضا مش وقته، بس ما تنساش النبي تبلغ هي تجمع الخرد عقبال ما ارجع. انا مش فاهم بس ايه المشوار اللي بتروحه كل اول شهر ده؟ ما تركزش معايا يا عم رضا والنبي، ادعي لي بس ربنا يسترها معايا. ربنا معاك يا ابني، عاوزك في موضوع. صد رد راجع لك. يا رب. أنفاسي وراجل قليل الذوق رغاي وكل راسي منزل محطة إيه والله ما أنا فاكر الهم كسرني خلاص خلاني مش قادر خايف في دنيا اللي بقى يا حاج يا غالي كبير كنت عايزني في الصبح. شوفك انت ميزان السمعه حساس والعيار اللي ما يصيبش يدوش. اللي قبلينا قالوا ايه؟ اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. عشان كده يا ابني انا جاي لك بصريح العباره، انا عاوزك لهيام بنتي يا ابني. قلت ايه؟ مفيش قول بعد قولك يا حاج. طول عمرك رجولة وتقدري اللي قدرك وتقل مع اللي يفكر في مرة يصغرك. طول عمرك رجولة وتقدري اللي قدرك وتقل مع اللي يفكر في مرة يصغرك. جوا كتاب الرجولة
اسمك في الصفحة الأولى محفور من كم سنة محفور من كم سنة راجل مع أي حد في أي مكان تسد يا عم الجدعنة يا عم الجدعنة أبوك معودة لو حد يقصدها أبوك معودة لو حد يقصدها يلاقيك بتسنده يلاقيك بتسنده واقف في الشدة جنبه دايما بتقوي قلبه والكل يشهدوا الكل يشهدوا بالحب يا باشا وربنا يقدرنا على فعل الخير. هي دي كل الاوراق اللي لقيتها في العش عنده. طب يلا روح انت دلوقتي. طبعا مش محتاج اقول لك ايه اللي ممكن يحصل لك لو حد عارف انك جيت هنا او قابلت مين. المهم الكاشات يا باشا. بكره هكلمك. وماله يا باشا اللي عند الرجاله ما بيروحش، بس احنا هنقضيها رايح جاي كده بالحب. بس الحب لوحده يا باشا ما يشبعش، ما بيجيبش مانجا وعصير، الثلاجه عايزه جبنه بهوات. اللهم ثبتنا عند السؤال ده. العلم اتطور قوي يا باشا. ها عملتوا ايه؟ عملنا ايه في ايه؟ انت مين اللي قالك تجيبه هنا وتكشفني قدامه؟ انت كننت. ما يبقاش قلبك خفيف يا باشا، ده عيل اهطل ولو لابط معانا اديته رصاصه ونخلص منه. ده على اساس انك فالح قوي يعني؟ ما لو كنت فالح كنت خلصتنا من مصطفى برصاصه في نص دماغه. انا مش هقدر عايشه في الرعب ده كتير يا فؤاد، مش ده اللي انت وعدتني بيه؟ ممكن تتملك اعصابك شويه. هو وصل لحاجه؟ وصل لحاجه. البحث ده في منتهى الخطوره يا استاذ، وتقريبا مكتمل. طب والعمل؟ العمل مفيش قدامي غير ان ابعت لهم الورق ده على الايميل النهارده. انما مصطفى السبيلي ده طول ما هو عايش احنا في خطر، يبقى لازم نخلص منه في اقرب وقت. We'll be right back.
أنا شايف إن أنسب حل في قضيتك دي إنك تدعي فقدان الذاكرة. يحصل لي أهم من حياتي. تعيش عند الناس اللي أنقذوك دول شوية. أنا شفت سر مراتي مع فؤاد. عارف يا دكتور. كده أنا خلصت البحث. يبقى فاضل نقفل ملف القضية. الخطوة الجاية إن لازم مراتك تشوفك. لا مؤاخذة مدام. طب أنا بالنسبة لك إيه؟ علاج لكل حاجة. معلقين سكر في كوباية مرة. إنما مصطفى السبيلي ده طول ما هو عايش إحنا في خطر. جاهز يا دكتور؟ جاهز. مبروك الترقية يا سيادة المقدم. مبروك عليك يا دكتور. يسعدني ويشرفني الترحيب بحضراتكم في حفلنا المقام لتكريم العالم الدكتور مصطفى السبيلي لإنجازاته العلمية في مجال مكافحة وعلاج الأمراض الفيروسية. أنا بشكركم وبشكر كل اللي وقف جنبي، وعلى وجه الخصوص سيادة المقدم محمد سامي اللي وقف جنبي وعرض حياته للخطر، وبشكر كل أجهزة الأمن اللي وقفت جنبي وحمت البحث بتاعي. النهاردة هو بكرة اللي كنت خايف منه امبارح. اتعلمت النهاردة ان ما خافش ابدا، واتعلمت ان امبارح ان الكنز في الرحلة، الرحلة اللي اتعلمت فيها معنى الواقع والقدر والحلم. الواقع اللي كلنا عايشينه من اول كلمة اللي بتوجع لغاية يافطة مكتوب عليها مستشفى استثماري. هنا ادركت انه طول ما الطب والعلم تحت يافطة الاستثمار، يعني لا طب ولا علم، أنا آسف، ولا دولة. يعني اللي معاه يعيش واللي معهوش التراب أولى بيه، يعني كام بكام. القدر بقى برغم خوفنا منه ما نقدرش نخالفه، اللي خلاني أشوف في وسط الجهل علم الدنيا، وفي وسط الفقر غنى النفس. اللي عايشني في وسط ناس علمتني يعني إيه قعدة طبلية، يعني إيه لمة عيلة، يعني إيه كلمة مجدعة ومرجلة وولاد بلد. اللي عرفني بناس كنت أتمنى أشوفهم من زمان، وحسيت معاهم يعني إيه قلة حيلة الغلبان اللي كل مرض عنده علاجه سبرينة وبحكمة ربنا بيخف. وشفت هناك إن الرضا بالمقسوم عبادة وأجمل عبادة، وإن القعدة على الطبلية أدفى بكتير من الحب اللي بنعيشه في إيموشن وفي لايك وفي قلب. بقينا بنضحك في وشوش موبايلاتنا أكتر ما بنضحك في وشوش بعضينا. الحياة تحولت لبلاستيك. أما الحلم، الحلم بقى ده الطريق الطويل اللي لازم نمشيه، وفي آخره لازم تلاقي نفسك اللي ربنا خلقها الهدف، والهدف ده لازم تحققه برغم كل المصاعب اللي هتواجهك زي ما واجهت غيرك. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حلم في قلب حد اللي هو عارف إنه يقدر يحققه، فما قدامكش غير انك تحقق. اشكركم جميعا وتحيا مصر. أنا عارف إنك عارفة من فترة، المهم أنا عايزك تقف جنبي. إزاي بركات تتفق مع أبويا على موضوع خطوبتنا ده؟ أنت لسه لك متجوز؟ عشان اللعبة لازم تجي. خلي عينك وسط راسك فوق وركز في اللي جاي. أنا بشكرك على وفاتك معايا. لحظة عنهم ياكلوا لحمك وانت حي. تشكرني على ايه؟
عملتش حاجة. أشوف وشك على خير. لقينا الدنيا دي هي أصلاً ضيوف في الزمن ليه اختيار وقلبه ناس معروف فيه دمعة الدنيا بتنزل للي بيحرب. بقولك يا هيما هيام، انا معايا خاتم كده بس كنت عايز اعرف هيجي على مقاسك ولا هتقرفيني؟ لا هقرفك واذا كان عاجبك. قرفينا الدنيا بتنزل للي بيحرب الزهور في يعرفوا بيها انت مين. احنا جينا الدنيا دي اصلا ضيوف الزمن ليه اختياره وقلبه ناس معروفين دمعة الدنيا بتنزل للي بيحرب الظروف. عايزين الدنيا غابة وشرهم مالهوش حدود. عمرك شفت فيهم ديابة أو طباع غلبت أسود؟ خلي عينك وسط راسك فوق وركز في اللي جاي. لو غفلت في لحظة عنهم ياكلوا لحمك وانت حي.